أهلا بكم من جديد. لم يتمكن آلاف الطلاب في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا لم يتمكنوا من الالتحاق بمقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك بسبب تحول مدارسهم إلى مراكز لإيواء النازحين الذين يرفضون بدورهم الدعوات لإخلائها والتوجه إلى المخيمات المخصصة لهم. فهل يتم حل أزمة اللاجئين على حساب تعليم الأطفال؟ ومن هي الجهات القادرة على حل أزمة طلاب المدارس المعطلة هناك؟ مع بداية العام الدراسي الجديد في مدينة الحسكة لم يجد هذان الطفلان مقعدا دراسيا لهما بعد أن تحولت مدرستهما إلى مأوى للنازحين بسبب القتال في سوريا. 15,000 طفل يواجهون مصيرا تعليميا مجهولا في مدينتي الحسكة وتل تمر شمال شرقي سوريا بعد أن رفض آلاف النازحين من مدينة رأس العين إخلاء 15 مدرسة. وللعام الثالث على التوالي تتكرر مأساة هؤلاء الأطفال الذين لا يجدون القراءة ولا الكتابة، على الرغم من مطالبة هيئة التربية والتعليم النازحين بإخلاء المدارس والتوجه إلى المخيمات. يعني احنا ما نقدر نفوت على المخيم، ما نقدر نروح على المخيم، والله نقطع عنكم المي، نقطع عنكم الخبز، خلي يقطعونا المي والخبز عندنا، بدنا نعيش، ما نقدر نطلع من هالقرف، بدنا نظل بهالقرف من هالقرف على راسنا، قريش احنا ما نقبل. وتسبب هجوم القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة على مدينة رأس العين أواخر عام 2019 في نزوح عشرات الآلاف من السكان، مما حدا بالإدارة الذاتية إلى فتح عشرات المدارس لإيوائهم بشكل مؤقت. إلا أنه وبعد مرور نحو 3 أعوام على النزوح لا يزال الآلاف من هؤلاء النازحين بلا مأوى، لا سيما في منطقة تل تمر نتيجة اكتظاظ المخيمات في الحسكة بالنازحين. وأدى القصف التركي على المنطقة إلى تدمير الكثير من المدارس الواقعة على خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية في ريف تل تمر بعد أن طالتها قذائف المدفعية. ووفقا لإحصائية هيئة التربية والتعليم فإن عدد الطلبة بالمراحل الدراسية الثلاث في ناحية تل تمر وحدها يبلغ نحو 4,530 من أصل 7,000 طالب بالمنطقة، وفي حين يبلغ العدد الكلي للمدارس في الناحية ذاتها 126 فإن 85 منها تعمل في الوقت الحالي، في وقت تخضع 26 مدرسة لسيطرة الأتراك. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القامشلي عبر سكايب السيد عبد الحليم سليمان، صحفي وباحث في القضايا الإنسانية. أهلا ومرحبا بك معنا سيد عبد الحليم، شكرا لتلبية الدعوة. أبدأ معك بالحديث عن حجم هذا الإشكال الذي يسببه تحول الكثير من المدارس شمالية سوريا إلى مراكز للإيواء وتأثير ذلك على العملية التعليمية بالنسبة للأطفال. نعم، يعني هذه المشكلة باتت متكررة، يعني مستمرة منذ 3 سنوات على التوالي، لا سيما أن العملية التركية التي عرفت بنبع السلام انطلقت مع بداية العام الدراسي في المنطقة، وبالتالي يعني 3 سنوات والأطفال يعني يعانون مشاكل جمة في مسألة التعليم. في العملية التعليمية هم بعيدون عن أماكنهم الأصلية بالدرجة الأولى، عن محيطهم الاجتماعي الأساسي، وبالإضافة يعيشون في ظروف قاهرة يعني صعبة جدا، ناهيك عن تواجد العديد منهم في المخيمات التي يعني وضعها المعيشي سيء للغاية، بالإضافة أن هذه المخيمات غير معترف بها أو غير متبنية من قبل الوكالات الأممية، سواء اليونيسف أو اليونسكو أو غيرها من الوكالات ذات الشأن المعنية بالنازحين واللاجئين، بما فيها المفوضية العليا أو السامية لشؤون اللاجئين. ظروف هؤلاء، يعني هؤلاء الطلاب مع عائلاتهم، ظروف صعبة جدا، بالإضافة إلى أولئك الأطفال أو عائلاتهم الذين يعيشون في مراكز الإيواء التي هي أساسا مراكز كانت مدارس يعني داخل مدينة الحسكة والريف القريب المحيط بالمدينة.
نعم، يعني سيد عبد الحليم، هل تجد يعني ما تفضلت به يعني إحدى السيدات في التقرير، قالت بأن ظروف المخيمات المطالبين بالنقل إليها هي غير يعني مواتية، هل ترى بالفعل هذا يعني سبب تمسكهم بالبقاء في المدارس؟ تماما، يعني ظروف المعيشية في هذه المخيمات، مخيمين رئيسيين حول الحسكة، مخيم تريكاني ومخيم واشوكاني، هذين المخيمين أنشئا من قبل الإدارة الذاتية والمنظمات القليلة العاملة الغير حكومية العاملة في شمال وشرق سوريا، أعدت على عجل، والبنية التحتية فيها ضعيفة جدا، بالإضافة إلى ما أسلفت هي غير متبنات من قبل الوكالة الأممية، ناهيك عن يعني مسائل سياسية تتدخل فيها، منها تعميمات من محافظة الحسكة الحكومية بعدم التعاون ومد يد العون لهذين المخيمين، هي يعني تتجاوز مسألة أنها مسألة إنسانية إلى مسألة سياسية، وهذا يؤثر سلبا بشكل كارثي على الأطفال والعائلات التي يعني هي بالأساس منهارة، خرجت من بيوتها باللباس الذي كان يلبسون. طيب سيد عبد الحليم، من يتحمل إذن يعني مسؤولية تحسين أوضاع المخيمات هذه، ويعني على من تلقى المسؤولية فيما يتعلق بتعطيل هذا العدد الكبير من الطلاب الأطفال؟ يعني العملية العسكرية التركية عزيزي عندما اجتاحت المنطقة يعني لم تكن هناك نقل برامج إنسانية وإغاثية واضحة للتعامل مع هذا الكم الهائل من السكان، يعني نحن نتحدث بحسب أرقام الأمم المتحدة حوالي 200,000 نازح قصدي هجروا مع أطفالهم ونزحوا مع أطفالهم من أماكن سكنهم الأصلية في منطقتي سريكاني رأس العين ودريس بيت الأبيض، وبالتالي يعني تسببت العملية العسكرية بكارثة إنسانية كبيرة، شردت هؤلاء الأطفال وعائلاتهم، بالإضافة أن المنطقة في شمال وشرق سوريا يعني نحن نعلم أن من عام 2012 يعني المنطقة تعرضت سابقا لهجوم من الفصائل كانت يعني الجيش الحر وقتها وقيادة جبهة النصرة، يعني حدثت اشتباكات وحدثت معارك في هذه المنطقة، وبالتالي خرجت الحكومة من جميع هذه المناطق، وهذه المناطق بقيت خارجة عن الخدمة وتقديم الرعاية الأساسية في جميع قطاعات الحياة. الإدارة الذاتية هي إدارة وليدة ناشئة، ناهيك عن أنها تفتقر للاعتراف السياسي والدعم الاقتصادي الواضح لها، وبالتالي يعني ليس هناك برامج تنمية واضحة لدى الإدارة الذاتية بحكم أنها لنقل أنها ضعيفة وإمكانياتها محدودة جدا، وتعيش صراعا عسكريا وسياسيا مع محيطها سواء الداخلي أو الإقليمي لا سيما مع تركيا. هذه الظروف كلها تؤثر سلبا على النازحين من جهة، ومن جهة أخرى على الطلاب والتلاميذ. يعني نحن شهدنا في عام 2019 أو آخر عام 2019 يعني كيف أن العائلات لم تلقى يعني كانت في الشارع في شوارع يعني كانت في شوارع لجأت إلى المدارس من يعني مكرهة، يعني لم تكن هناك خيارات. يعني إحنا تحدثنا عن مخيمي سريكاني وشوكاني وقت الاجتياح التركي لم تكن موجودة، يعني هي أنشئت بعد الاجتياح التركي في هذه المنطقة، وبالتالي يعني ظروف اللاجئين يعني قاهرة جدا. الأمم المتحدة يعني برأيي هي طالبة بالتعامل مع هذه القضية الإنسانية الكبيرة، يعني هناك قضايا متفرعة عن هذا
بالتأكيد. طيب سيد عبد الحليم، هل هناك دور للنظام ووزارة التعليم التابعة للدولة في مساعدة الطلاب شمالية سوريا وتجاوز هذا الخلاف مع الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية المسيطرة على المنطقة؟ طبعا يعني الوضع في شمال وشرق سوريا يحتاج إلى لنقل إلى تفاهم إلى منطقة وسطى بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، خصوصا في مسألة التعليم. يعني هي مسألة استراتيجية أساسية لدى السكان، وهي يعني الناس ينؤون بأنفسهم عن نقل الخلاف السياسي بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، لكن ليس هناك خطوات من خصوصا من الحكومة السورية يعني تجاه مسألة التعليم لدى الإدارة الذاتية. الإدارة الذاتية تنظر إلى مسألة التعليم كمسألة استراتيجية، يعني لا سيما أن نعلم الغالبية العظمى أو لنقل الغالبية كبيرة من السكان في شمال وشرق سوريا خصوصا في محافظة الحسكة هم كراد، يعني والكرد يطالبون بمسائل الثقافية والتعليم باللغة الأم إلى جانب الحقوق السياسية والإدارية غيرها، يعني كما تطرح الإدارة الذاتية وكذلك أطراف سياسية مختلفة سواء هي تلك المتفقة مع الإدارة الذاتية أو المعارضة لها أو التي تعمل في أطر سورية مختلفة. مسألة التعليم في لدى الإدارة الذاتية وبين الحكومة السورية هي مسألة تحتاج إلى حل، نقل منطقة وسطى. يعني أحيانا الوزراء في الحكومة السورية يتحدثون عن إمكانية إدخال سيد عبد الحليم سيد عبد الحليم سليمان الصحفي والباحث في القضايا الإنسانية، كنت معنا عبر سكايب من القامشلي شمالية سوريا، شكرا جزيلا لك.